السلام عليكم، مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. مرحبا بلي من هين شون رحاتنا شو لها مها رندنا حفلي من ام هرو هوتن فيتوك عجر شيفك عجر شيفي مع هرو تشيه شيفي مع هرو كوك كوك مختلفة خالي معزيني كتشي سوارا تشيفكي تشناكي ان شاء الله مبرودو شيفي عجر بكن وشيفي خوش بكن ايك هاس ناكري بخو شيف اختراع يعني فكرة يكا فكرة مارو تشيكر خوش دبي بس مارا حق داري ان شاء الله خوش ببي و خاله معزین گفتش که خوش نبینه چنوکه یعنی انو نخوش به چنوکه اصدقای اکلتنا اليوم طبختنا جديده و فكره من عندي بشوف معزین اليوم ايش بدها تساوي. اليوم ناس هاي مقلوبه بس مقلوبه مو بالرز، مقلوبه عندنا هون بالغور كاستين بالغور نساوي هذول من مقلوبه جمعها هي اكيد شيكم بس اكيد بالغور شيكم هل هانا مثلا نخشي شيكر بره هانا رز بره نو ماشي بخيونه به بلغار دی سال ماشه مرا چکه پس در چکه خوش ببه ای او به لبرا چی گره که مایه فروجه پاجانه راش او بلغار امی تشتین دجی بغاراتو تشتین دنجی امی دی سال یاش یاش امی چکن و در بکن اول چی ام که چپ کن امی فروجه خوب پاک بشون یاش ها که ببینم امی از آب بکن و در کن امی بلگو فروجه خوب پاک بشون پاک بکن و پاک بشون و بکلینم حتى بعجان ودارد وخورينا أصدقائي. أول شيء هون عندي فروجة كيلو وستمية غرام يعني قولي كيلو ونص. هلا بدي أنظفها بالوسخ وهيك شيء وبنسلقها وبعدين بنقلي باذنجان وبنشوف كيف بدنا نساوي. في ناس مثلا ما بيحسنوا ياكلوا رز معه سكر مثلا ما بصير معه الرز، فيكن تساوي بالغور كتير كتير تنجح وكتير طيبة وبشوفوا هلا كيف بدنا نساوي. هلا بنظف هالشعر وهل هيك شوف الا بطلع شعر، هلا بنظفها هيك على السوا الا فروج زيتها فوق نوكن عم نوكنونو جي فوق بكن وهل دهنه زياده هي زيادات بس بننظفها بنظف جواته وهلا بغسلها على السوا وبرجع لكم. أصدقائي غسلناها نظفناها هلا حطينا على الغاز. هون عندي ثلاث ورق غار، عندي لومي، هون عندي حبتين حب الهيل، وعندي شو اسمه رنفل ثلاث سنات عشان تطلع نكهتها طيبة تشيل هالزفرة كلها. حاولي ما ودي ما تشكلي ورق غار لومي نروح نعمل بينا لو بكالي وهلا بدي احط ملح كمان. هاي الفروجة قوام تستوي، هاي معلقة ملح. هلا بس تنسلي عنا ايش بساوي؟ مية الفروج بطبخ عندي بالغوط وبعدين بطبعها على الباذنجان كثير بتطلع نكهتها طيبة. هلا بسلم لي حوالي ايش بسوي؟ بقشر باذنجان بس ينغلى، هاي بحطها عيني الصغير بقلي الباذنجان لبين ما تستوي بكون عنا فروجه عشان نجهز اكلتنا. وخليكم معنا هبولي ما نقنعوا بكيب عجوري خو بقشرينه عم كيتشيكن اصدقائي. هلا هون حطيت الزيت، خليني اقلى زيت لبين ما افرم الباذنجان اقشره. بدي هالطول بس بدي اقشر هالطرف بس. خليهم كبار، بدي امدهم بهالطول، بدي اقشرهم مشان بدي امده بالطنجرة عشان دور مدارات الاكل لساوي اخلفه وخليه رقاق. بونو مازنوني اخيرا عليه بروشه وهالاكله ما حدا عاملها طاولة على اليوتيوب ما في. بدكم تشوفوا واكتبوا لي مثلا شفتوها ما في.
طيب المطبخ معزين بدها تساوي، وان شاء الله من هون رايح الحلويات الاكل بنساوي. اكل بش فرن بخوط فنا يعني ما رتش رح نشوف بعطي بشي بنو بناء مزي طاقي ضايا اختي ضايا مدو بطاطا قلون بس مهن او جيتري عجار جيتري حاولي من مرة بل حتى خلص حاولي من وقت نعمل بقاورينا هلا بنقليهم وهون عنا الفروج عطي السلق لبين ما خلص القلي بكون فروجي استوى مشان اطبخ بالغور قبل ما حطم دقاورينا بكون فرجي ماجيكالي معناها بالغوري فوت هيك وما رب نحطه بعجون دقاورا ازين اكل بيو بقاورينا وخلصكم تو فرجي كالي وامي بش عم ساكن عم بيت شو تشيك اصدقائي هون عنا نقلت باذنجان هيك بدنا نحمرهم هبولي من هون بلو السور ببن السور نابينا دار نوخن امي بقلبينا خليهم يحمروا وتشين هاي حاشتها كمان هلا بنقليهم بهالطريقة وهون عندي محارة محارة من المطبخ خلي تصفهم بالزيت هلا بنقليهم بهالطريقة كلهم وبنخلص وبنرجع لكم هبولي ما وشتي ماكالي فرجي ماكالي البروجي بعجوني ما مع قورندن ركنا امكي بلغري خود شيكن خوفو كابتشي روي اصدقائي استوى الفروج عندنا عليت الباذنجان هلا حطيت بدي اطبخ البلغر هلا حطيت الشو حطيت السمنه بدي احط نقطه زيت ما بدي اكثر هون عندي هلا مي وعندي هون كعب جبنه ارج كعب جبنه كعب ماجي هبولي من ماجيك جا معايا كعب جبنه شايف شوفوا شو عم خربه هلا خلي يذوب عنا السمنة بسم الله الرحمن الرحيم قلنا نحط الغر هاي كاسة دافوق كاستين هاي كاستين هلا اول شيء بدي احمصها بهالزيت وبهالسمنه حبولي ما ودي ما بدكم ساكرني ازين اوكنو لوشكيونو بقاوري داودو ناخر حمو تشيشكي هلا بس شوي شي دقيقتين اشيل هدول من هون حضركم شوي هيك بصير نكهتها طيبة بس تحمصوا بالغور شوي هلا بدنا نفضي مي بسم الله الرحمن مية الفروج اللي سلقنا فيها فروج نفضي
كاسين رز، بتحطوا شي اربع كاسات مي، بس ما بدي خلي هيك تستوي على السوا، شوي هيك قبل استواء يعني ثلاث ارباع. قبل ما از اوبي خير برنوكمي اسكينا كوسو كورجي وقتي من طابقون اسكي تيكم سرعوي وين عليه از نوكنا ونوكم لبداري اسكي تيكمي بباري رش مخوي يوش ازي نوكنا خوي جندي تعمتي. هلا بدو الملح، حيطة ملح بالمي تلفق، وهلا بدي احط ماجي كمان، ما بحط ملح ما بحط طاول. وهون عنا تعبت ماجي خوي كوكنو غوزي والبداري بباري رش. هلا بدي احط معلقة صغيرة فلفل اسود، نسيت نكهتها كتير كتير طيبة. هلا بدي اغطيها وخليكم معنا بس يستوي نطبخ سوا. ايش بدي اساوي؟ بدي اوطي الغاز على الاخير خلي يستوي على مهله لبين ما هون فتل فروج انا كنو حطو فروجي خو جيستيو دكم، نفرط الفروج ولملم هون ولبين ما يستوي عنا الاكل بالغر. هاي عنا استوى، هلا بدي اطفي كان موطيه حاشته هيك، ضل هيك شوي يستوي. هلا بالباذنجان بيستوي نحبوا لي ما بي نوك نو امي بس حطوه لون نوبي وكيسة شور داقو حتى زبرنو الدم هابدا وازي نوك نو برشو خوينم امي بعجونو صفي كر امي بس حطينا بوساكا امي بطابقينا ام ساكن ام كي شبكن وما روبن نوك نو بس عبرنو بكم حبوا لي ما نوك نو ام كي حوزر بكم مبروشة خاني. هلا جبنا طنجرة، خليها تبين جوات الطنجرة توبة ترفعي حالك هيك. هلا بدنا نظبطهم كلهم بهالشكل، بس اشو كلهم جنب بعض. بقلبوا عادي اميكي هونو تشيكن نا بروش بروش كورة حتى وبابا الزلقة. كله بهالشكل ما حطيت كفوف. طلع صوت الولاد، نبوشة ما كانت هون من تبني اليوم اجت كانت عنا انت نبوشة اسبوعين بتضل هون اسبوعين بتضل عندهم بيحفتو دهارو هانا تشيه دي قري رو دبي وارب ببب عاجزي نخنو تي حافزي من دبيني انا اشتتلك. صلى اسبوعين عنا انت التانية ابني قشكو كري تساعد كده دي قري دبي وارب ببب وانا عالمية. وهبولي مروبن حطوا از خالو استكم وبوشي ازي امي معمل فيديو دريجنابي اصدقائي هاي خلصنا. هون بدي احط بندورة فيكن ما تحطوا، انا ما اول مرة بدي اطبخها هون ما تخاف تعلق تحته بس ما بصير شي ان شاء الله. هبوا لي ما نوك نو البداري بابا قوش جامع هيا ثانية حط كفوف هون دارش فلفل اسود ما لقيت الكفوف خلصاني عندي. بسم الله الرحمن الرحيم عم بين صوروا جواته هيك طبق بالغور طبق لحمة دحب. هلا هون حطيت اللحمة
افردها. هلا بهالشكل توزعها. حبولي منها وادي ما قوش طبقي بنكري نوكنو طبقك بالغور جد بر بر خوش تبي وسيركن وبجربينن وجهنا يزمش كن تعليق هذا بجربينن هنديك خواب جربي وجهنا رأي خواب خالي مزدين دن وعتشتي نوكمة غير بس قوي بالغور وقرمية يوني وقوشت وجربوها واعطيني رايكم اكتبوا بالتعليقات. وفي منهم بيحطوا بطاطا هاي غير بالرز انا كتير بالرز عاملة عالصفحة فيه مثلا بيقلوا بطاطا بيقلوا فليفلة بيقلوا بندورة تحطوا هاي اختيار بس هاي السادة هيك تطلع اطيب. هلا بدي احط هاللحمه كمان اوزعها هلا بدي اطبق الباذنجان عليه من نكنا بعد جوني خو جي هنا تشيكا طنجرة كبيرة طلعت عن فاضي ما سويت بالصغيرة بس كمان ما بصير اي شيء وقت بدنا نفضيها بدها تطلع شكلها كتير كتير حلو. هلا هون بدي افضي مرقة الفروج عندي بدي افضيها. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كاسة حاجتها بس كاسة مي صار نص الطنجرة شوفوا فيها بس شربة يعني حط شوي كمان شربتها احط كاسة ونص بس ما بدي اكتر كاسة وربع حشته. هلا بدي احطها على الغاز شي 7-8 دقايق وبرجع لكم. هلا بعلي الغاز بس شفت غليت بطفيها اخر العيار. حبولي ما نقنو ازي بلو نقنو مغوز بلند كري نقنو بس يوش بب او بكالة ازي يوش بكم وخشغلي حفظة قوحي تقو بار خودو ازي وارو ببي وامي بوشي حفظروجي بوشكن ومرحبا حطوه تبيع برنج دنهبده. اصدقائي هلا استوى صار وقت الجد من هالقلبه ان شاء الله ما يمسكي تحتها ان شاء الله يا رب. حفلوا لنا وقت الجد هون نوكنو عمي بقلبينا حفلوا من واكي بقول هلا وقت الجد هون عمي نوكنو بقلبينا واكي حيش دقو نها دقو مو بسم الله الرحمن الرحيم وخدمة خجل لكي يا رب اسكي بشي واحد قلبينا خارو بيجي اسكي دار خير خارو نبي بيجي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هلا مشوف انا مو انا خايفه من طنجره اول مره بطبخها بهالنوعيه هبولي من از بروشي او بمواكيدا او تشنوبه بس ان شاء الله مشوف بسم الله الرحمن الرحيم ياش اوه مو كتير ومن طنجرة قد بروشي دبو او نادبي وعمين اكنو فروج يوش سال هيا عمين اكنو سال كنزين يكن ما ربن حتى تشيدك
أصدقائي ليش وقفت الكاميرا؟ سويت فرمت الفليفلة والبقدونس، بدي أزينهم، ما بدي أزينهم مكسرات، مكسرات عندي بس ولادي ما بيحبوه من هالشي. ليش هيك صارت ما طلعت ساوية؟ إنه عندي الطنجرة شوف شلون تأرضيتها جاي هيك بومبي من هالشي. أبو لمي ساكن مثلا أبو شمومي ما ببروش أبو شمومي قرك إيدو دور شكي واخدت أبو شكر قولب دار دك هاوي نوكنو فيديوهي بن ساكن وكي قلب دار كاتنا بس هفو بروش وانو كري أبو لمي البداري أمكي بزينيك والبروجي فروجي مهاية نوكنو أزيدي سوت دينم هونو بس زينا بفروج هلا دارش هون شوية بقدونس هاي زينة وهون سويت خيار بلبن جيب السكينة فيديوي ما هونو تشيبي شيبي ما هونو تشيبي جد فر خوش بي نوك نازي بشي واجي عمي ايتش ساكن ان شاء الله عمي هونو ساتوا خوش عمي كن شيبي خوش بكن حفدرو و ساتوا خوش ساتي تعلقني خوش هبولي من ها نوك نو مرحي عمي ساكن هلا قدامكم منن طالق معلقة شوف كيف صارت بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا هالشكل شوفوا كيف صارت وديها بولمي ايتشا بفرجيكم جواتها هلا بدنا ندوق بعطيكم رأيي هلا الولاد بياكلوا كمان جد كتير كتير طيبة هبة ندوقك ورا الكاميرا استنى دوقي ورا الكاميرا مشان المتابعين احنا منا هاد مش اكلي بس مشان المتابعين طيبة هي يعني كل ما تعملها طيبة عن جد يعني دقوها وجربوها ما بتندموا شوفي شوفي شلون جربوها ما بتندموا شفتوني ماما عم تخربطي انا ما بحكي دائما على الكاميرا مشان هيك بخرب بس انت بس وقت بيجي الكاميرا جد مرات هيك كل لغتين مثلا كردي وعربي في واحد بخربط انه لغتين شوي صعب هبولي ما جد بالخوش تبي بتجربينن وروي خوف تخلي معزلين و ساتوا خوش سردی طالب نخوش شبه شور نخوش ببینم خیلی خوشی دو و بای بای